السلام عليكم. صحيح تمرين 5 × 208 من درس الدوال الخطية للسنة الثانية إعدادي. فالتمرين عندنا F دالة خطية، F دالة خطية حيث أن، وعطاونا F ديال 11 ناقص F ديال 9 تساوي عدد 5. ثم قال لك احسب معامل الداله اف. طالبين منا نحسبوا معامل الداله اف. شنو كنعرفوا؟ عندنا واحد القاعده، نعلم ان لكل عددين مختلفين x و y لدينا f ل y ناقص f ل x، وكنقسموا على هادشي اللي كاين في وسط القوس. y ناقص x ما كنغيرش الاماكن تساوي معامل الدالة أ. غنحاولو نطبقو هادشي على الدالة اللي عطاونا حنا. شكون هي الإيكغريك في هاد الحالة؟ الإيكغريك هي 11 والإكس هي العدد 9. لدينا إف، غنعوضو إيكغريك بحداش، إف لحداشر ناقص إف لتسعة. وشنو قلنا؟ كنقسمو على داكشي اللي كاين في وسط القوس. عندي هنا 11 غادي نقسم على 11 ناقص 9 تساوي، غادي نعوضو اف ديال 11 ناقص 9 هي شحال عطاوها لنا؟ عطاو لنا هي العدد 5، و 9 و 11 ناقص 9 هي 2. اذا الخلاصه، اذا معامل الداله الخطية F هو العدد 5/2. وبهذا نكون سالينا التمرين 5/208 من درس الدوال الخطية للسنة الثانية إعدادي. اللي عنده شي سؤال أو استفسار يخليه هنا في الكومنتات.